بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وبحضور سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية، نظمت وزارة الداخلية عرضا للطابور العسكري للمحافظة الجنوبية بسوق الرفاع. وبهذه المناسبة أكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن إقامة مثل هذه الفعاليات يأتي بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني، والتي تحمل مضامين وطنية في التأييد والولاء لهذا الوطن المعطاء بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشار سمو المحافظ بأن إقامة الطابور العسكري لوزارة الداخلية في المحافظة الجنوبية يندرج ضمن جهود المحافظة في الشراكة والتنسيق المشترك مع وزارة الداخلية بهدف مد جسور التواصل مع المواطنين والمقيمين ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية. وتضمن الطابور العسكري عرضا عسكريا مميزا قدمته شعبة الخيالة وفرقة الهجانة وحرس الشرف والفرقة الموسيقية للشرطة، التي قدمت مقطوعات موسيقية ذات طابع وطني أصيل وسط حضور متميز وجموع من المواطنين والمقيمين من مختلف الأعمار.